صباح الخير خوتي خواتاتي، نهاركم مبروك من الصباح حتى الدروك. ان شاء الله الفيديو يسيبكم احسن حال، ان شاء الله نتوما العائله ديالكم وحبابكم معز عليكم. اليوم ان شاء الله جيت نوجد معكم الكوفيتير او المربى بالتفاح. يمكن لك تستعمليه باي نوع من التفاح، يا الاحمر يا الصفر يا الخضر. انا اليوم درته بالاحمر، والمقادير بحال بحال، كل قال الالوان بحال بحال، الحلاوه اللي كتحكمي فيها. يلا ندوزوا للمقادير وطريقه التحضير. ما تنساونيش اللايك، جزاكم الله كل خير. خوتي خواتاتي، عندي هنايا 3 كيلو ديال التفاح، هذا الاحمر، اي تفاح عندك تستعمليه، هذا يا الخضر يا الصفر اللي عندك استعمليه. انا عندي هذا الاحمر، قلت علاش لي ما نستافد منه. عندي هنايا كيلو ديال السكر، يمكن السكر يمكن لك تزيديه يمكن لك تنقصيه، هو كل كيلو كيدار فيه نص كيلو ديال السكر، ولكن تيبقى السكر على حسب الذوق على حسب النوعيه ديال التفاح، واش حامض ولا حلو. وعندي هنايا جوج حامضات عصرتهم، اللي هما هادو انا حكيتهم حيت منهم قصه نبغي ندير فيهم في شي حلوه ولا شي حاجه، وعصرتهم هنايا جوج حامضات. دابا غادي ندوز نقي التفاح. دابا كنبدا نقي في التفاح ديالي. بسم الله، كنقطعو في طريفات. كان التفاح تاي كحال لك دغيا، كتضيفي عليه داك الحامض، كديري واحد الكميه وكديري معلقه ديال الحامض. حطي الطريقه اللي بغيتي. كنقعدي بحال هكا حتى نكمل، ما يكملو غادي نرجع معاكم باش نكملو تتم التحضير. كوني سريعه باش ما يكحالكش الحامض التفاح، ولا درتو ليه متقطع وديرو حامض راه ما كيكحال. هذاك خاصك تزربو تزربو، يعني كنهضر مع القناة ديالي فيها رجال ونساء. احنا تعودنا نقولو كنخاطبو المرأة. دابا من بعد ما قطعت الكميه نص الكميه اللي عندي، كندير عليها السكر، ندير نص ديال ندير الكوكو تنزرع الضغط هكا، كندير على شويه من هذاك الحامض اللي عصرت، النص الاخر نخليه نبات ونكمل.
دابا من بعد ما كملت قطع كملت الكميه اللي عندي. هذا راه غنحتفظ به، هذا راه غندير به عصير، غنطحنو بماء الماء ما نضيعوش، لان الفيتامين كاينه في القشره وكاينه في الزريعه ديال التفاح. غادي نطحنو في الماء، ملي طحناه نوريه لكم كيفاش غيكون. وانا كنقيه وانا كنستي الحاجه اللي ما مزياناش كنحيدها منها باش ما نعاودش نخدم من جديد. صافي كنجيب هذا، كنضيف عليه هذاك السكر اللي بقى، نغطيه ليه. السكر راه كيبقى اختيار بالنسبه لي. هذا راه بحال اللي بقات جوج كيلو ونص ديال التفاح، حنا نص كيلو راه مشى في القشور. صافي كنعقب نزيد داك الحامض اللي كنبقى ليا هنا. صافي كنغطي عليه وكنخليه حتى كيذوب، حتى كيذوب السكر. هذا نرجع معكم ونمشي دابا نطحن هذوك القشور مع حامضه، غنزيد عليهم عصير ديال الحامضه ونطحنهم. برا عصرت عليهم حامضه. صافي غندي نطحن. عصير تفاح داك الشرفيح حاجه ما تضيع، كلك طحني مع فروت اخرى كلك تشربي غير هكاك. رائعة البنات، جربوا وردوا عليا اخبار. دابا من بعد ما ذهب ليا هذاك السكر، طلاق الماء شفتوا، كنخليو السكر حتى كيذوب. قد ما خليت السكر يذوب مزيان كنزيد عليه واحد شويه ديال الملحه بحال هكا. سمعي القا صغيره. صافي نديرو دابا فوق البوطه. قبل ما نديرو فوق البوطه خاصني نسد الكوكوت، ملي تغلى الكوكوت صفر نحسب ليها 15 دقيقه، 15 حتى 20 دقيقه. صافي ونطفي عليها. هو بعد ما دازت عليه نص ساعه، فاش خليته انا نص ساعه فصفرت الكوكوت شتي. دابا غادي نطحنو. يمكن لكم نتوما ديروه عار بالفرشيطه، يمكن لكم ديروه بديك الماكينه ديال المطيشه هكاك، ديال ديك الماكينه تاعت المطيشه اليدويه اللي تدور بحال هكا. يمكن لك ديريها، انا غندير هكا مع كوثر، ما كتبقاش هذوك الطريفات لا في الفرن لا في كوفيتير لا في دانو. بغيني نطحن صافي نطحنتو. تيجي بحال هكا،
ديري غير بالفرشي طار ولا سميتو ديري كيما بغيتي ديري ليه كيما بغيتي طحني طحني تخليه كطريفه تخليه. دابا غادي نديرو فوق النار انا درتو في العافيه. شوفوا دابا اللون ديالو كيفاش داير وملي وجد غيبان لكم اللون ديالو كيفاش ولا كنبقاو بحال هكا مع التحراك مره مره كنحركو العافيه تكون مهيله ما تكونش العافيه مبيده باش ما تحرق ليكش وما يكونوش حداك الدراري الصغار ولا ملي كيقرب يوجد كيولي داك الفقاعات كيطيعوا كيحرقوا تحضين معاهم في هاد الاثناء ما يكونش الدراري الصغار حداك. بدا كيتغير ليه اللون ديالو غير مره مره تحركي ما تخليش حتى يعقد بزاف نقصح خاص واحد شوي شوي ونسد عليه النار حضيو مع هادوك الفقاعات اللي كيطيروا بعدا نبغي ديرهم عاد غطيو البوطه ما تخليوش بحالي انا خليتها عريانه كاع دوك الفقاعات طاروا ليا في البوطه وما يمكنليش نغطيها من الفوق. لا غطيتيها من الفوق غداك البخار غيولي ما ويهبط لك لهنا هو اللي غيفسد لك الكوفيتير ديالك. اللهم نصبروا حتى نساليو الشغل ديالنا ونمسحوا البوطه. هاو شفتو كيصار اللون ديالو ولا هكا ذهبي شفتو فوقه عملي طارت صافي على هاد الطريقة. دابا غادي نسد عليه الكاس شوفو البوطة كيف ولات معليش صافي نخليها هنا حتى تدفى حتى تدفى عادا نديرها في القريهات ونمشي نمسح البوطه قبل لا يلصق ليا هذاك الشيء في البوطه مع فيه السكر نخليها حتى تدفى. دابا من بعد ما هدات ليا شويه كنجيب القريعات اللي عندي كنبدا نعمر فيهم الطريقة تقدر ديريها البعويد ديريها المشماش نبقى على الطريقة تتنعمر القراعي اللي عندي وكيما قلت لكم قلت ما قعدتو ديرو قراعي صغار انا درت شي صغير شي كبير داكشي اللي عندي في الدار جمعتو. من بعد ما كملتهم نوريكم الكميه اللي خرجت هادي مس الشقرعه خلاص هادي ديال الميكا غنبدا بها هي الاولى هادي غنوريكم طريقه الاحتفال ديالو باش كتبقى لك بحال دايره ليها مواد حافظه كتشدي القرعه بحال هكا كتقلبيها هكا على فمها هاكي هاكم هما باقيين سخانين ماشي تخليهم تيبردو ديرا غنستعملها بلا ما نقلبها هاكا وغنوريكم هذا كيفاش جا هاكا شتو كدير
التفاح عندك استغليه وديريه بحال هكا، يبقى لك العام كامل كامل شري الكوفيتير. واحد يستغل الفروته ملي تكون موجوده وكترخص، يجيبها للدار ويغسلها مزيان بالخل والماء مزيان ويستعملها. يلا اخوتي اخواتاتي، لا فيديو قادم ان شاء الله، ما تنسونيش باللايك. السلام عليكم اخوتي اخواتاتي، هذا هو الكوفيتير اللي غنوجد معكم اليوم، كوفيتير ديال التفاح. اي تفاح عندك جميع الالوان بحال هكا تيجي، تحتاجي كاع ديري في الثلاجه تبقى عبرة في البلاكار، والقرعه اللي فكيتيها كنورمال راه غديريها في الثلاجه بحال هكا. يلا نخليكم مع الفيديو، متنساونيش في اللايك، بارطاج مع العائله ديالكم وحبابكم. يلا دوزو الفيديو.